يا مساء الخير، شلون شان بنات؟ شخبار شان؟ مساء الحب، مساء الجمال، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بصحة وسلام وتحقيق الأماني يا رب للجميع. رجعت لشان فصال جديد، هذا الفصال ما تبيت عمرها 11 سنة، يعني فصال سهل وحلو، كلش كلش حلو طلع ونازك. هذا الفصال بنات راح أسوي أبو اللاستيك، وراح يصير كشكش من جوا، يعني كسرات قصيته ونسوي كسرات من جوا. القياسات راح أذكرها، القياسات فتحة الصدر 12، الكبير احنا نسوي الشبر، هاي لا أقل الشبر، يعني قياس الصدر أقل الشبر. قياس الخصر سويته 30 مثل الكبار، لأن راح أسوي لاستيك بنات. قلت لكم هاي، شوف هذا الخيط اللاستيك، هذا خيط اللاستيك طبعا أنا أول مرة أستخدمه وحبيته، كلش حبيته وارتاحت إليه، وراح طبعا أخيط خياطات كلش هواية مثله، وراح أسوي كله بعد باللاستيك، لأن لا تحطين حزام، لا تحطين كسرات التعبين بين قبل، تحطينه لاستيك وتسوينه. بنات هذا الظهر أخذت من عنده 3 أصابع، وهاي الكسرات مالته همين، الكسرات مالته 60، والقماش 30، يعني صار كسرات كلش حلوة وكلش هواية. بنات هذا خيط اللاستيك، يعني أنا شقد ما أحكي ما أوصل الحقة، أول مرة أستخدمه تحطينه بالملكوك وتسحبينه شوية زيادة على مود شني، على مود ينطيك كسرات حلوة. هنا أنا بنات بديت أخيط، هاي 7 سنتيم والطول حسب اللي تردينه أنتي، هاي العرض القماش 7 سنتيم، تكفينها كفة صغيرونة حلوة مرتبة على مود تصير الخياط مالتك مرتب، وتكسرينها بالدنبوس. بنات غاطة والله العظيم ما أقدر أنزل فيديوهات على اليوتيوب عند خياط، يعني خواتي من شافن هذا الخياط كلهن ودن وقالن أريد، مثل تعرفون أنا مريضة يعني، فبديت أسوي لهن نفسيته هذا الخياط كلش نفسيته، هسه راح تشوفونه. بس يعني شكل كان سويت بالمثل هاي الفستان أسوي 3 أيام، يوم أفصله يوم أخيط شوي من عنده يوم أكمله، هيك أسوي يعني ما أضغط على نفسي. فهاي أيام العيد الناس طلعت ومشت وسوت، أنا والله العظيم لا طلعت لا مشيت، بس رحت عايت أبويا أو جيت، الله يطولنا بعمره ويخلينا ويخليه خيمة على روسه، آمين يا رب، أو الله يرحم أبهات الجميع واللي باقي الله يحفظه ويخليه خيمة على روسكم. بنات شوفوا هنا مثل ما عودتكم، يعني عندي فيديوهات سابقة بالتيك توك مسوية طريقة التكسير بالأبرة أو بالدنبوس، يعني طريقة التكسير كلش هواية، بس أنا عندي هاي أحسن شيء وأرتب شيء تخلي الكسرات متساوية وحلوة. إي بنات الخياط كلش حلو، ينفع للحوامل السوينة لاستيك من الصدر، ويعني لاستيك من الخصر قصدي، ينطوا وياها تعرضين القماش وتحطي له لاستيك، وهذا اللاستيك ما يأذي وما يطبع على الجسم. العجب نبي أحسن من اللاستيك القديم اللي نستخدمه شوية رفيع يعني، وأحسن من اللاستيك العريض، هذا اللاستيك ما يطبع بالجسم أبد وما يخليك يعني من تمشين أو تتحركين مرتاحة. هنا بنات هاي الكسرات تثبتينها على الصدر، الدانتيل الآن الدانتيل قسته شبر على مود ينزل على الصدر، قلت نزله شوية مو كلش هواي، وحبيت أطعمه دانتيل ذهبي، يعني حبيت أغير من خياطاتي لأن بناتي كلين يردن نفس الخياط، فحبيت أغير من الخياطات على مود تطلع كلش حلوة، على مود يعني اللي أهلي يشوفين يقول كلش حلوات. هنا بنات ثبتت مثل ما تشوفون، طبعا قدامكم اثبته، بس انا وحدي لا والله خيطه هيك وحدي، بس لان التصوير خاف الماكينه تمشي بغير اتجاه احاول اثبته على مود اصوره، وطبعا اشيل عقلب التصويرات، اقول البنت ماما يلا سويني، تقول ماما بعد وقت، اقول لها ارد انزل فيديو قبل يعني ليله العيد او ورا العيد بيوم، على ما امنتجه وعلى ما اعدل بالبرنامج، تقول لا ماما خلي شويه خلي ما ادري شلون، قررت اني يعني اصوره واحد، شوفوا ايد يعني اخيط بيها او ايد اصور بيها، مثل ما تشوفون بنات يعني حتى هي القناة ما سواها، يعني تقريبا أنا 1000 مرة قلت هذا الشيء والتفاعل كلش نازل بيها، بس حبيت تكون ذكريات إلي، يعني الشكو شيء يعجبني أنزله بيها. هنا بنات شوفوا هذا الصدر كلش كلش حلو نازك طلع،
يعني نازك بشكل ما مو لان انا خيطته بس يعني ما اعرف نازك حيل نازك يعني بشكل. اي بنات تقدرون تخيطون مثل ما قلت لك للحوامل يعني حتى لو يعني هيك البيت تخيطينه كلش حلو وتصميمه حلو. هذا ما ادري اجى ببالي هيك اسوي. اول شيء ما ردت احطن هذا التور وبعدين لا والله قلت لازم احط له تور شوي اكسر القماش بيه على مود يطلع حلو. هنا انا بنات كسرت قلت لك كان البدن سويته هي بنت طولها 130 فقصيت 100 والكسرات 30 فهذن الكسرات شكلتهم بالبدن يعني بالباقي يعني مالتها على مود تصير 130. طبعا خليت اصبعين زياده بالقماش على مود الخبنه او رفعت الاكتاف مثل ما تعرفون لازم تخلي اصبعين زياده. هي 135 سويتها تقريبا على مود تصير حلوه وراحيه عليها. شوفوا بنات هاي الكسرات طلعن حيل حيل حلوات وهنا انا راح اخطنها. تقريبا هاي مقتطفات من الخياط وبنت الثانيه خيطت لها مثلها بس نزلتها مو على التيك توك نزلتها على برنامج اللايكي يعني ما اعرف تيك توك صار شيء مخبوط بانزل يومياتي وهاي. فهنا أنا بنات هذا شكله مثل ما تشوفون ومن خلصت حطيت عندي حراري هذا اللي الشدر الحراري حطيته بالصدر يعني طلع كلش كلش حلو شكله. وهنا أنا خلصت البكرة ورجعت أعيد شو اسمه الخيط. بنات الخيط أنا هذا جربته إذا تعوفين الخيط يعني مو مثل ما يقولون تعوفينه رخي. إذا عفتي رخي يطبع بالقماش وما ينطيك كسرات حلوة. إذا شوية شدين علي بالملكوك يعطيك كسرات حيل حلوة ويعني كلش كلش حلوة. ومثل ما قلت لك كان الملكوك الماكوك ما اعرف شنو اسمه انا اسميه ملكوك. اي فانتي تجيبين درنفيس وتفتحينه يعني ترخين البرغي مالته على مود الخيط هذا ينسحب عندك مثل ما تشوفون بناتي. هنا انا كسرات الصدر تقريبا سويت ثلاثة يعني خطوط بين خط وخط اصبعين او تردين اصبع تردين اصبعين تردين اصبع ونص. فلازم انت تخطين اول خط تخطينه بس ثاني خط انا ما خطيته ظليت امشي على اول خط يعني المسافة امشي عليها. اي بنات المبتدئات اللي ما يعرفون يعني انا اول شي بس خطيت اول خط وبعدين خط يعني تمشين على الخط الاول تمشين على السرة مالته. للمبتدئات اللي ما تسيطر تخلي الماكينة يعني تمشي براحتها على كيفها وتخط خط بالمسطرة والطبشور صابون اي شيء عندك امشي بيه على مود شنو تصير عندك الخطوط مالت اللاستيك متساويه يعني اذا مشيتي انت معروج ما يطلع اصلا عندك حلو. اذا مشيتي يعني هيك معروج يعني الفستان او الدشداشه تخيطينها تصير عندك مذايله وترتيبها كلش كلش مو حلو. هنا انا بنات مثل ما تشوفون هذا السر الثاني ما اعرف انا شلون احط الرابط مالت قناتي اللايكي كان حطيته باليوتيوب احاول شلون اعرف يعني الصق بصندوق الوصف او راح احط لكم قناتي مالت التيك توك هم راح احطنها بصندوق الوصف. هنا البنات شوفوا شكله شلون حلو والله انا حيل عجبني هذا اللاستيك صير كانها حاضر اصلا من راحت البيبيتها ام ابوها فقالت هاي ام شنو مخيطتها معقوله قال لي. فهم اللي يعرفوني انا ما اعرف اخيط يعني يعني اللي يعرفون عني انه انا ما اخيط يعني مشتريه الماكينه هيك بس للفتق للخبنه هيك اشياء مشتريتها بس بالحقيقه لا انا خيط البنات بس اقول لماما لا تقول انه انا اخيط لان تعرفون تجي خياطات او يخرب خيط او يخرب خياط العفو او يخرب قماش ما اعرف. انا ما مجرب اخيط الناس غرب غير خواتي وغير بناتي يعني اخيط لهن. هنا أنا بنات هذا الظهر مثل ما تشوفون خاطه ثلاثة خطوط بالصابونه واضح عندكم التصوير. هنا أنا طبعا بنتي جيت حرمصت بيها ثاني يوم يلا قبلت قلت لها ماما شلون اريد ننزل يعني شي فتشي حلو على القناه احسن من اليوتيوب وهن دائما يعايرن يقول قناتي ايش قلت لهم ما عليك بيها قابل قناه برقاوي قلت لهم عفوا انا
فهنا يقول دائما يعايرن بمرقاوي بانكيك اذا تعرفونها. قلت ماما ما عليك نبيعه فنانه وقناتي. فهنا بنات شوف هذا السعر الثاني، لو عندي اوفر يعني تطلع عبالك حاضر حيل يعني كلش كلش. هسه بالنهايه انتم راح تشوفون التصوير مالته، بس لو يعني اوفر ضاربه يعني الاطراف مات القماش لا تصير كلش عبالك حاضر. والله العظيم عماتن اصلا قال شنو هاي حاضر، قال لها ما معقوله هاي ام كانك تخيط. اي بنات اللي وصل لهنا يحط لايك ويشترك بقناتي ويفعل الجرس على مود اي شيء انزل جديد يوصل لكم. اتمنى يعني ترفعون قناتي وترفعون المشاهدات مالتها، يصير عندي واهس وانزل خياطات حلوه وافكار حلوه ان شاء الله الايام الجايه راح انزلها. وعندي خياطات يعني من اكو غاد مثل ما يقولون محرم، فراح اخيط البناتي والخواتي والبنات اختي وراح انزل الخياطات كلها بالقناه. يعني احاول اسوي طبخ يوم بالمثل، يعني اسبوع طبخ اسبوع خياطه هيك امشي. هنا بنات هذا الردان تخبرينه خبنه يعني صغيره مثل ما يقولون كلش نص سنتيم على مود يصير عندك حلو ومرتب. وهذا الردان الثاني همين يعني قلت لك مقتطفات الخياطه اني سويتها لان انا مفصلته قبل لا يعني اصور، لان يعني بنتي ما تقبل قلها ماما اوقف صوريني الستاند رجله ما اعرف شلون بها يصير التصوير هيك مثل ما يقولون اعوج. فقلت ماما صوريني ما تقبل، فقلتها خوش قطيت شن القياسات والقياسات ان شاء الله اثبتها بصندوق الوصف اللي هي عمر 11 سنه والقياسات مالاتها. هاي الردان مثل ما تشوفونهم راح اخلي له لاستيك راح تصير كلش حلوة الردن من يعني من الأطراف. و الردن هاي شبر وأربع أصابع يعني الردن مو حيل كبيرة ما الطفلة يصير هيك تقريبا الحد يعني نص ردان الحد النص ويصير بيها لاستيك كلش حلو. اللاستيك يصير هيك على شكل شلون فراشة من تدخل الإيد بيها نازك ومرتب. إذا سألون على هذا القماش، هذا القماش كشمير يعني مو قماش مالت مثل ما يقولون مالت فساتين أصلا، لا هاي بيبية مشتريتها قماش كشمير فقررت أسويها إلهن يتبردن يعني هيك بيها. فمن راحن عصرية العيد وبدلن هناك عند بيت بيبيتهن شافنهن البنات يعني وهاي، وحتى خواتي صورت الهنية ودزيت الهنية قالن كلش حلو ومرتب. طبعا الخياط حيل حيل سهل وانت بس انوي انوي قول يا الله كل شي بذكر رب العالمين يصير سهل عليك وكلش كلش حلو. هنا بنات راح اطبق مثل ما قلت لكم راح اطبق الظهر على الصدر يعني. هنا أنا بنات قلت كان هذا الظهر والصدر طبقينه وبعدين تمشين عليه عدش قيراج من عد هذا الإيراني ما يضب خيوط على مدة تحطينه اللي طبقة هاي الطبقة اللي هنا أنا ما تلمتن والحفرة الظهر يعني تتمشين من المتن للحفرة الظهر النوب للمتن ترجعين بيها وإن شاء الله يكون واضح قدامكم الشرح والخياط إن شاء. أتمنى يكون واضح وأتمنى تأخذون هواي من عدة فكرات حلوة أو تصميم حلو. هنا مثل ما تشوفون هذا القيراج الإيراني ما يذب خيوط وبنات عملي ورخيص يعني الطاوية بألفين دينار كلش كلش حلوة. تحطين أول شي على المتن على مود ما يذب شراشيب من ينغسل الفستان أو الخياط أو أي شي عندك تخيطينه حطيله من عد هذا وتمشين على فتحة الظهر والنوب تجين على فتحة يعني على الخياط هذا مات المتن مثل ما تشوفون. أتمنى يعني التصوير واضح قدامكم وترجعين هنا طبقينه. من الطبقينه الخياط يصير دفن عندك من راح ينغسل من يعني هاي ما يطلع شراشيب بخيوط. ليش انت تقصين من نفس القماش وتسوين بالمثل ما يقولون تغليفة الصدر وتغليفة الظهر؟ لا اشتري من عد هذا
واي لون تردين انت حطي، يعني اذا ما عندك هسه انا ما عندي لا بيجي ولا بنفسجي، فحطيت له لون جوزي لان هو راح يصير من داخل ما راح يصير من خارج. هنا أنا بنات شوفوا الخياط يصير كله عندك دفن وحلو. والله انا انطي هذا القراج انطي 10 من 10، نقذنا من هواي امور من التغليفات واشياء، وان شاء الله اذا رحت للسوق اشتري غراض بعد واشتري يعني الوان حلوه على مود استخدمها بالخياطه. هنا أنا بنات مثل ما تشوفون تقريبا كمل الخياط، ما بقى له اي شيء، بس نشكل الردن عليه. هنا أنا بديت أشكل الردان بالبدن تمشين من النص، يعني الفتحة الردان من الشنطة من النص تمشين عليه أو تمشين على البدن من هاي الجهة، وبعدين ترجعين بالخياط للجهة الثانية. هنا أنا راح يكون عندك مرتب، وأي زيادة عندك تطلع للخارج وما تبقى يعني جهة هواي بها قماش وجهة هو يعني أقل بها. هنا يكون خياطك مرتب، أتمنى يعني تتعبين على خياطك وتعطينا وقتك على مود يطلع حلو ومرتب. مثل ما تشوفون خياطة النص راح أرجع عليه وأمشي على الردان المام خياط. ليش أقطع الماكينة وأرجع؟ لا، تمشين عليه، هذا يعني جهة من الردن يصير عندك داقتها مرتين وجهة مرة واحدة. إذا تحبين ترجعين على الجهة مرة واحدة مرتين بعد أحسن، كل ما ثبتين الخياط لأنه وراج غسل وهي طفلة وتتحرك خافين فتق عندك الخياط. بس أنا ماكينتي حلو خياطها وما يفتق، وخيطت يعني أكثر من مرة إلي والبناتي، وهاي ما عندي ما يتنفتق هاي الخياط، والنفذة ما مسويتها كبيرة كلش على مود تنفتق، ولا صغيرة كلش على مود يعني تغلبني إذا أخطأ بالخياط وأريد أفتق. أنا مخليت الماكينة على رقم 3، إي على رقم 3. عدش الأربعة تصير نفذتها شوية كبيرة، وعدش الخمسة كلش نفذتها كبيرة مالت خياط فرشات وبردات. وإذا ناعمة يعني على 2 أو على 1 هذا يعني إذا عندك غلط بالخياط وتردين أنت ترجعين تفتقينه ما ينفتق عندك. هنا أنا بنات جاي أراويتشين الردان شلون صارت، تقريب هاي بنتي ما تعرف تصور أبد وشال عقل بوقلها ماما صورة عاد تقول إيه ماما عاد. احنا أنا بنات هاي النتيجة النهائية، فستان حلو مرتب ونازك مثل ما تشوفون، وهاي اختها الفستان شوي غيرت بالردان وغيرت بطول الردان واللاستيك حطيت له من الردان كلش كلش حلو. الوصل هنا يحط لايك ويشترك بقناتي. وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى تدعمون القناة، مع الف الف سلام.